بلدنا دخلت معركة كبيرة، معركة أساسها وعينا ومحافظتنا كمان على نفسنا وعلى الناس اللي بتحبنا، علشان كده هنلاقي حوالينا ناس همها تحمينا وتحافظ علينا وبس. هنشوفهم وسطينا خايفين علينا، عايزيننا نبقى في أفضل حال وأحسن صحة. تعالوا معايا يا أصحابي أقول لكم مين هم الناس دي. لما ظهر فيروس كورونا اللي ماما وبابا معانا في البيت بيحاولوا يوعونا ليه ويحمونا منه، ظهر كمان دور قوي لضباط الشرطة والجيش وكمان الدكاترة. النهاردة هقول لكم الدكاترة دول بيعملوا إيه لينا علشان يحمونا. الدكاترة يا أصحابي بيقوموا بدور عظيم جداً، واقفين في أول صف وبيحاربوا علشان صحتنا في معركة مع عدو ما نقدرش حتى نشوفه بعنينا، وده أصعب حاجة في المعركة. بيتغربوا ويسيبوا أهليهم وأطفالهم، وبيقضوا وسط العيانين ساعات وأيام ويسهروا علشان راحتهم، علشان بس يخففوا عنهم أي ألم. وللأسف بيكونوا أكتر ناس معرضة للعدوى والإصابة، وممكن يخرجوا من بيوتهم وما يرجعوش ليها تاني. علشان كده يا أصحابي لازم الدكاترة دول يلاقوا مننا كل احترام وتقدير، ونسمع نصايحهم وكلامهم علشان نحمي نفسنا ونحميهم.